اليوم هنا تنوقفوا من اجل تنفيذ المذكرات الملكيه اللي بكل اسف اداره الدفاع الوطني ولا قياده العقول المسلح الملكيه ولا مؤسسه حسن الثاني اعمال اجتماعيه قدماء عسكريين وقدماء محاربين القوات المسلحه الملكيه ما نفذوش او الملكيه اللي فيها تفويض السكن لقاطينيه ديال المذكره ديال 2001 و2013 الشرط ديالها هو خارج السكن العسكريه. بكل اسف تم تجميد ديالها وكاين برنامج 80000 في المذكره ديال 2007 اللي فيها الكراء الموجه للتملك للسيدنا الله ينصره دائما من اجل تفويت من اجل توفير السكن اللائق. الا ان رئاسه الحكومه ولا اداره الدفاع الوطني تصفت افراغات المحاكم المغربيه لعدد عائلات على الصعيد الوطني مهددة بالتشرد. كذلك بالنسبة للأرامل الشهداء الوحدة الترابية اللي من 1987 من أجل تفويض السكن العسكري القطني لم تحترم إلى يومنا هذا رغم ما هناك التعليمات السامية دي 2001-2013 وكذلك الأخيرة 25 يونيو 2021 من أجل تفويض السكن الأرامل الشهداء الوحدة الترابية مجانا. وعدد الأرامل الشهداء بكل أسف بدون مأوى في عدة مدن مغربية لا من تازة لا من تطوان ولا من قنيطرة ولا من انعداد المدن المغربيه. وبالتالي تنطلبوا من اداره الدفاع الوطني والقياده العليا والمسلحه الملكيه والمصالح الاجتماعيه والمؤسسه حسن الثاني تطبيق المذكرات الملكيه بشكل استعجالي والغاء الاحكام الافراغ والغرامات الماليه في حق المتقاعدين والارامل الشهداء. والسلام عليكم. معك محارب قديم اشتغل في المنطقه الجنوبيه ما يفوق من 28 سنه، جميع الخدمات اللي خدم في السيف وفي القوات المسلحه الملكيه 30 سنه، خرج في اواخر ديال 2005 بواحد المعاش اللي هو اليوم ما تيقضيش الحاجيات حتى ديال تخلص بهم الماء والضوء. ونفس هذاك الكراد اللي باش خرجت به انا هذيك الساعه اللي خرجت به انا هذيك الساعه ولاو الناس كيخرجوا ب 6000 وب 7000 درهم. إذن المعاش اللي خرجنا به حنا هذيك الساعه ولا كيتضعف على خمسة المرات في هذا 2023، وهذا عيب باش نعيش انا بواحد المعاش هذه اللي 20 عام هذه باش خرجت، والناس اللي قبل مني 40 عام باش خرجوا وخارجين ب 600 درهم باش يعيشوا بهذاك المعاش ديال 600 درهم في هذه الظروف هذه اللي الغلاء والمعيشه ما بقاش عندنا القدره ديال باش نعيشوا بهذاك المعاش الهزيل. وكاين واحد البون اللي هو كيجمد هذه المعاشات ديال المتقاعدين ديال 13 هذه 71 013-71 اللي كيجمد هذه المعاشات ديال الوظيفه العموميه بالكامل في المملكه المغربيه. وحنا كنطلبوا من سيدنا الله يطول لنا في عمره سيدنا جلاله الملك محمد السادس القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه ورئيس اركان الحرب العامه باش ينضرب عينيه في هذه الشريحه ديال المحاربين القادمين اللي حروا الصحراء وعطاو الغالي والنفيس لهذا البلد. وحنا راه ملكيين ووطنيين وكنحبوا ملكنا، ولكن هاد الناس المسؤولين في هاد البلاد راه ما تينفذوش التعليمات ديال صاحب الجلاله، وحنا راه مقهورين وكنطلبوا من سيدنا باش يشوف من حالتنا ويشوف حاله هاد المتقاعدين. وما بحالك فهنايا راه كاينه الارمله اللي الراجل ديالها كان خرج كيشد 30000 ريال اليوم خلاو ليها 200 خلاو ليها 600 درهم و700 درهم واش غتعيش بها. الناس اللي خدامين اليوم في الجيش راه سواو ليهم الوضعيه ديالهم، راه ولاو كيخرجوا بنفس الراتب اللي كيشدوا. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله. حنا هادشي اللي جينا واقفين على هذا المحضر اللي رافدين بين يدينا من 2011، عطى امر صاحب الجلاله مدينه مراكش على تفعيل هذا المحضر هو عاده الهيكله وعدم الترحيل. من هذاك العام من 2011 ما تليناش لنا شي حاجه، وحنا هاد البلاصه ساكنين فيها هذه مده 50 سنه والفوق بس ساكنين فيها، ودروك سيدي مازالوا ما بغاو يسلموا لينا، ما بغاو يديروا معنا حتى شي حل. حنا جنود ضربنا 27 عام في الصحراء، إييه كنا في الصحراء 27 سنة، وملي ساكنين حنا في هذه المدينة ديال مراكش، حنا ساكنين بانين روسنا دايرين كل شيء روسنا، وعطى الأمر صاحب الجلالة باش يسلموا لينا. ها هو العدد الهيكله وعدم الترحيل مازالوا ما بغاو يديروا معنا حتى شي حل. والماندا ديالنا شحال خلاو لينا؟ 1400 درهم مخير فينا احنا باش خارجين ب 95 28000 30000 ما تنوصلوهاش. واليوم احنا تنشكيو على الحق ديالنا مازال ما بان والو. غادي نبدا بالعار، كل العار على المؤسسات الدستوريه من المجلس الوزاري للمجلس الحكومي للمجلس التشريعي هذا قدامنا.
اللي ما فعلوش اللي ما بغاوش يغيروا ولا يعدلوا القانون 013-71 اللي مع الأسف الشديد من سنة 1971 وهو نازل على هذه الفئة هذه نازل عليها ك يعني منكار جميع القوانين كتعدل إلا القانون التقاعد العسكري ما كيتعدلش. من العار المحارب السابق 16 عام ديال الحرب وما معترفينلوش بسنوات الحرب. من العار كاين اللي خدم الإخوان ديالنا ديال رابلي اللي خدموا حتى وصلوا 80 عام في العمر ديالهم، فاتوا 50 عام ديال العمل و60 عام وما حسبوا لهم سنوات اللي تضافت وراء سن التقاعد. من العار الدولة تاكلنا في الديبلاسمو، شحال ديال هاد الديبلاسمو؟ 4.80 دراهم. 4.80 دراهم. من العار هاد الشيبانيين يخرجوا في هاد السن هذا، من العار هاد الشيبانيين يخرجوا في هاد السن هذا لا يطالبوا بحقهم، يطالبوا بحقهم. الدولة كتقول بأن كاينة الأزمة، واش الأزمة غير على صندوق التقاعد العسكري ما يتدعمش؟ واش الأزمة غير على صندوق التقاعد العسكري؟ غادي نشوفوا حنا شحال ديال الأموال كتصرف، غنمشيو حنا للموظفين الأشباح شحال كتصرف عليهم الدولة، غنمشيو لسيارات إيم وجيم روج شحال كتصرف عليهم الدولة، وهكذا واحد العدد ديال الفساد في المال العام في المؤسسات في المجالس الترابية اللي ما عليهم لا حاسب ولا رقيب، وكيجيو للتقاعد العسكري وكيقول لك عندنا أزمة.